انتي لبستي سنتي البيض لا بحال شي جلسه بجوج واش بحال خويتني هكا سطري حاول بيسير اليوم احنا عندنا تفضل استاذ تفضل استاذ استقلال استقلالا فعليا باقي التضليل. نادي قضاة المغرب يحمل الشارة اليوم ليطالب باستقلال حقيقي للسلطة القضائية ولتفعيل مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت سنة 2009 الذي جاء في بنوده تحسين الوضعية والاجتماعية والمادية لرجال السلطة القضائية. بالنسبه للشاره ديالنا حنا هاد الشاره حنا تنحملوها تضامنا مع الساده القضاة خاصه نادي القضاة لاننا بدوره هو تم تهميشه ولم تكن يعني ما بقاش ما عطاوش تمثيليه داخل هاد التركيبه هذه. مرحبا هذه خطوه تاريخيه تساير التنزيل الحقيقي والتنزيل الديمقراطي للدستور.